مين عند النقطة دي وارجع حضرتك برضو العدد واللجان كفاية ولا لأ، لكن مباحث الأموال العامة حدود اختصاصها، وهل في جهات تانية يعني بتتداخل مع حضراتكم؟ يعني مثلا في رقابة مالية، في الجهاز المركزي للمحاسبات في قصة الفلوس والجهاز الكسب غير مشروع. أنا هقول لحضرتك، اتفضل. وبالنسبة لجهاز الأموال العامة هو مختص بكافة الجرائم، يعني مش جرائم الفساد بس، ففي جرائم الناس ممكن ما تعلمش انها بتقع في اختصاص جهاز الاموال العامه، منها مثلا تزييف النقد، التهريب بتاع العمله، كل ده بتختص بيه الاموال العامه. عدد يعني انا بحيي طبعا جهاز الرقابه الاداريه فعلا على ضرباته الاستباقيه، ولان انا وانا في الاموال العامه في كذا إدارة، وأنا كنت في الإدارة اللي مختصة بالرشوة ومكافحة الفساد. هما كام إدارة في الأموال العامة؟ يمكن 10 أو 11 إدارة. إيه بقى تنويعهم؟ ما هو حضرتك في إدارات نشاط، إدارات النشاط اللي هي الرشوة، الاختلاس، الكسب غير المشروع، غسل الأموال، في التزييف والتزوير، وده مختص بتزييف العملة وتزويرها والبطاقات الائتمانية وما إلى ذلك، وفي كمان إدارة الكسب غير المشروع، دي إدارات النشاط. في إدارات بقى معاونة زي تنفيذ الأحكام اللي هي بتسمى إدارة العمليات، دي مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في المال العام. تمام. إنما اللي أنا عايز أقوله إن الأموال العامة عددها، وانا كنت قبل ما اكون مساعد وزير في التفتيش واشرف بهذا العمل كنت مدير لمباحث الاموال العامه. تمام. وانا مدير لمباحث الاموال العامه هي عددها 50 ضابط. الفساد في مصر لابد نعترف ان هو يعني زاد جامد جدا. مش لاقيين الوصف. لا يعني انا هقول لحضرتك، عجبني احد الكتاب قال ان الفساد موجود في كل العالم، ولكنه فساد افراد يكافحه جماعات. اما الفساد في مصر ففساد جماعات يكافحها افراد. عظيم. انا مش عايز اكون متشائم، انما انا بتقولي 50 ضابط في الاداره يكفوا ايه؟ ما هو ده بقى اللي انا عايز، لان اقوله ان احنا في مجهود لنا، انما الرقابه مجهود اوسع. احنا لما كنا موجودين الحمد لله برضو حققنا، يعني ما انكرش ان انا كنت وانا موجود، يمكن الباشا طبعا عارف قضايا البنوك اللي عملناها كان لها اثر في تغيير يعني جهاز المصرفي، يعني القضيه بتاعت عبد الله طاهر، وانا اسف لذكر اسماء، حسام ابو الفتوح، كل النجوم دي احنا اللي جبناها، محمد ابو الفتح يعني معتز بالله منصور. انا مش بتبقى بلاغات ولا تحريات، بتبقى ايه؟ تحريات وبلاغات. شوفي حضرتك، انا بقول دايما حتى كان لضباطي اخواتي الصغيرين شغالين معايا بقول لهم الضابط في كفه ومرشدينه في كفه، كل ما مرشدينه تقلوا وكتروا هو ارتفع. فليس العيب في ان انا اعتمد على المرشدين، ده انا هعرف منين؟ ايوه بس تحريات او مرشدين ممكن يقول لك ايه في اماكن معينه بلاش، شخص معين ما تجيش ناحيته، ده كبير، ده مسنود، ده هنعمل قلق. انا حضرتك بامانه انا قعدت فتره طويله في الاموال العامه، يعني عايز اقول لحضرتك حتى في كل في كافه العهود الخط الاحمر ضيق قوي، بس مش هو ده وجع مصر. يعني انا عايز اقول لحضرتك إن بس لما تضرب الكبير الصغير يخاف يعمل حساب، يقول لك انا بعيد عن المساعدة. يعني بقول لسيادتك كان، وانا اسف ان انا بذكر الاسم، يعني كان رئيس اللجنه الاقتصاديه في بنك الشعب، انا وانا ضابط صغير في هذا الوقت يمكن عقيد او عميد، وكتبت التحريات، ما كنتش معتقد ان هتيجي موافقه على ان انا اضبطه، ده رئيس اللجنه الاقتصاديه في بنك الشعب، وجات الموافقه وظبطناها. و عارف هيتقال لك ايه ساعتها يا فندم في الوقت ده؟ ده كان مغضوب عليه،
ده كان بيتعاقب. لا 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 لا, 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 لا. القضية بتفضل في الدرج لغاية لما استخدمها كسلاح للشخص ده انتهى من عندي.